أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس بوسع أصنف عنوان خدمة التفسير السيء في التفسير، أنفر شوية عن المألوف، وان كان ساقي الموضوع التفسير مهم باش نحكو ثم شهود سيدنا داوود اكو سيدنا سليمان في سورة الانبياء، ولكن فضلت ساقي الموضوع عام. ليس بعض المواعظ تهمنا في حياتنا وتخلينا ننتبه لبعض الامور التي نحتاج اليها الان في هذا الزمان العامر بالفتن، العامر بالمشكلات والأزمات والهموم التي قد تزعزع عقيدتنا وتهز ثباتنا. لذلك بد من التذكير، وربنا قال في القرآن الكريم في سورة الذاريات الآية 55: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. عنوان الدرس: الإنسان بين الألم والأمل والعمل والأجل، هذا هو العنوان. ألم، أمل، عمل، أجل، هاي خلاصة الحياة، يعني في أقل في ثواني يكفى الدرس. أربع محطات ينسعى في الحقيقة، أربع محطات أساسية في الحياة. نشرع في بيان مفردات ومفاصل هذا العنوان. الإنسان، نحضر في الإنسان. الإنسان هو ذلك المخلوق المكرم، ربي قال في حقه: ولقد كرمنا بني آدم، باش نعرفوا قيمتنا من خلال كلام ربنا. الإنسان نكني ربي، ولقد كرمنا بني آدم، ربي كرمنا، ربي كرما إفكايا غزالة إفكايا القيمة. باختصار، هناك في الحقيقة موجودات في الحياة، وهناك ما يسمى بالنباتات والأشجار والآخر، هذا عالم. اللانت الأحجار، الصخور، تراب إلى آخره، الجمادات. اللانت الحيوانات، اللان الإنس اللي هو نحن نكني البشر. ربي ذاك كإشارة مهمة يكرم في ذاك، كرمنا على جميع الموجودات. الحجر وما قيس عليه من الجمادات، أزرو وكالك وكذاك، أصغر فدلاس حركي كنيفا، مسخر لنا. والله يبارك يسد الإنسان يخدميه يغسوال، خدميت الطافلة، خدميت الكرسي، خدميت تخزانت، خدميت أزرو أوثيد أثل حضير إلا السمان، الرمل والزال وكذا، كلها مسخرة لنا. سو كذا نفلو الحضارة، نفلو الجوامع، نفلو الزينات، نفلو الشركات، نفلو الخامن إلى آخره، كل شيء مسخر إلى ذي الأرض. يعني ذي الأرض ميغدينا ربي في سورة الذاريات الآية 21، الآية 20، سورة الذاريات الآية 20: يدوى في الأرض آيات للموقنين. الأرض يفين سايشي خدمة شو تفغديس، فنو خام، فنو اللوزين، أو دخال سفغ السيمان، دوا خال إلا الذهب، البترول، الخير ربي، تجي كلها من أسباب التكريم مدينة ربي. ولقد كرمنا بني آدم، سخر لنا كل شيء،
كل شيء مسخر في أيدينا، ولكن المشكلة هل نحن في مستوى التكريم؟ هذا سن مسنا، ولكن إلى البترول ذاكي بترول إلا دي فغالي وحداس بس قدر البترول أليد خاطي لقتها مسني لقي فاسن لقي الخدمة. ربي سبحانه يفكيض كل وسائل باش لاستثمار هذه النعم وهذه الخيرات. إذن هي في أيدينا، هي مسخرة لنا، إذن كنا تنستخدم أكين نبغى. المظهر الثاني للتكريم ثورني غد في الجمادات، نطلعوا شوية النباتات، الحشيش، الشطجور، كيف كيف ثقالة كذا مسخرة لنا. الزو التجرع السويت خدمات الواجب أكدف كل غلة الحمد لله. معنى ربي سبحانه يقرأ يا القاعة غسوال إناسي جنوان في كدامان سلاذنا ربي يلقى عليه السمغيد نعم ديون واس ولش أفلاح يدي السمغين نعمة أفلاح يزرع يشرز وقرنص النشاط في عالم الأسباب. هذا واش دار الفلاح؟ ما كاينش فلاح نبت زريعة ولا نبت نعمة. ربي سبحانه أمر السماء فأمطرت وأمر الأرض فأنبتت يكفى ووال. إذن كل شيء يعود لله، اتفقنا؟ الله يبارك. صافي النباتات والأشجار كلها أيضا مسخرة لنا، يفكر ضرب كل شيء غريفة سننا. زيد نطلعوا النيفو الحيوانات أيضا مسخرة لنا. تشوفوا واحد طفل صغير عنده 12 سنة يحكم ثور أزقر ولا ألغم جمل يجروا وبلك يجروا باش يذبحوه، زعما الطفل الصغير عنده القوة اللي عنده الجمل ولا اللي عنده ولكن مسخر مسخر. صافي أيضا الحيوانات أيضا مسخرة لنا. زيد طبعا هناك استثناءات، يعني دي فوا الناموس ماشي مسخرة سفرينا ناموس هاي طولي الدور وما ترقدش صح، ثعابين العقارب كل شيء لحو يصرغ ربي ربي سبحانه خاطر. والا لازم يوميا نشوفوا السبيطار لي زورجونس هذا مات وهذا، ولكن ربي سبحانه دي فوا مره في الزمان نسمعوا واحد لدغوا الثعبان ولا الحنش ولا العقرب مره في الزمان، ولكن لطف الله يرافقنا. يلا فياتي الانسان، صافي كاين الجمادات كاين النباتات وكاين الحيوانات وكاين الانسان، صافي كل شيء مسخر لبني البشر لبني الانسان. هذا مظهر من مظاهر التكريم. تجي وسين وثلاثه ربي سبحانه يفكي غد نعم لا نحصيها عددا، ربي وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. يوث النعمه ونزمرس نفكي زاليس لو كان اغديني ربي اتوالي مياخ او قادي توالينا اتعب ذم ربي 100 سنه باش تخلص مكان يزري نعمه البصر إيه والله ما نخلصيت. لو كان ديني ربي تسام دوك في ضرن هنا يتمثلنا غادي يفكر ربي شفا يموضان هكا ياك في ضرن غير نوسا قرن سقبالي ثان داي زوار ول يذبعيث ضار. ولكن حذاري النعم المألوفه لا نعرف قدرها. نعم مألوفه الولف نورمال اكر الحو اسو اهضر ميثق نعم كبيره نعم ثم قراني لازم ربي كرمنا بهذه النعم الحمد لله وقال استقبالي اوريه لك ومذان انشتي صحه. يعني ان شاء الله الانسان ما يمرضش قد ما كان صحيح. تلقى واحد عنده 40 سنه ما وجعوش راسه، واحد اللي لا مرض ضرستو يتقلق ويمرض علاش اخويا 40 سنه ما عندك والو الا واحد اصبر وزيد عندك اجر. ميم كي جربنا ربي بالمرض قال النبي عليه الصلاه والسلام الانبياء اشد الناس بلاء ثم الامثل فالامثل. الانبياء يا ربي جرفيثن ولا شو يحمل ربي من الانبياء جرفيثن سلهلاك جرفيثن كلش ثم الامثل فالامثل. يعني كلي ولا شو يدي صحن كلي ونسعى الكوطا ينس يدوني الهموم القرح الهلاكات لي بروبلام هكذا دورس من بعد. يلا ثورة يكرم ربي صحا جاني ظن
حاجة مهمة، إن يريد خلوي أريخ من حضارة في الحياة. الحيوان ما هوش ملزم باش يقيم حضارة، حيوان يأكل يشرب راه في خدمتنا، ولكن نكنيس عن العقول، العقول اللغن سعى الفهماء القراية وكل شيء، إلا لنكن أريخ من الحضارة، لنكن هذه جن بصمات في هذه الحياة. والأمة المسلمة تنسلم، أمة تنسلم أتسوحس بأكثر، خطر في كاس ربي الإسلام، والإسلام أعظم نعمة. تزرم ربي سبحانه من خلق آدم أسجد له الملائكة، تجي مظهر من مظاهر التكريم. ربي يمر الملائكة إن أتسجدني آدم، الملائكة سجدن إبليس زرم شيخهم. إبليس يقارن كني خاطي يكشمد، أنا خير منه، سيقارن كيف أخذ ميديكش من كيني يروح كلش. دار برمي من ضمن أمراضنا الأنا، تمدد الأنا داخل أسرة، داخل الحومة، داخل المجتمع، داخل الأمة إلى آخره، هردت كل شيء، كل شيء مهرد، كل شيء يرز. لذلك إبليس سيقارن كيني أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. دغايكم سيس ديفندي لن ديفوندابل، أيس ديفندي لن ديفوندابل، أمشي ربنا يا سسجد يوي. ولكن الملائكة سجدن ربي سجدن آدم، ولكن سجود تكريم ماشي سجود عبادة، خطر سجود عبادة لا يجوز سوى ربي سبحانه. مظاهر التكريم لا أحصيها، لا أحصيها لأنها كثيرة تصيق الله، ومنها وعلى رأسها نعمة الإسلام. ربي في كرد الإسلام الحمد لله، دين سلم دين سلمان ربينا في سورة المائدة. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والأمة تنستمثني غد في شرفت ربي الإسلام، وشرفت ربي أيضا ويكلفيت باش ذنتساث أريسعون مقام الأستاذية. أمر ذي الفغي، أمر ذي الفغي لو كان نريو غلال وقل منسي ضرا نورمال. المفروض الأمة تنسلم هي الرائدة، هي القائدة، هي الأستاذ، ولكن الله غالب ثلاث ديول الزمان أكيد لا، ولكن انقلبت الأمور. ربنا في سورة البقرة الآية 143، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. انتهت المقدمة. في أربع محطات غير سراجون، ألم أمل عمل أجل. شغل ما كان يدينا غير كيف فورغو يسراجو لاري 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 أربع لي زاري ساعة فقط لريزومي الحياة نغطسا دايا. ألم ألم ذين قريحا للمال كليون ذا شو المال يكسع لو كان تورا ذاكي نخدم يارنا كنا أنفذيون يون أشو الساعة ذاكما أشيني كيني ساعة ليرني ديسكا سوفريخ إيشيني أشيني كيني ساعة القلة مي خدمة التجارة خسرة لي بروجينا وخسرناك إيشيني أشيني كدرياو يودي سنور يربيح إيشيني أشيني كذي موضان أخانوذ سفيتر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وإلا قرأ غير هذا الحال خطر الديني مرحبا بس إيش ربي نكون كرمة ربي ماشي المعنى يسمى يجربك ربي كرهيك خاطئ. لن ثلاث قواعد أذكر نفسي وأذكركم بها سادتي الأفاضل، ثلاث قواعد طروار راجل شوفوا ثاسنت أتفهم من ثم ستاقي 100% أغي جرب ربي سوينك فغا ماشي سوين فغا واحد اثنين أغي جرب ربي أكينك فغا ماشي أكين فغا سناث في ثلاثة أغي جرب ربي من الميك فغا ماشي من المين فغا سيار 4 سكوند أثر رجيب ذا يقل ذا يقل وين في مارتي قادة قاتي فغا العقل إذ يا ربي سلاش ويسم ما يعرف والو موريسي نارتي قادة فغا العقل حين مشي عجبا كيني نصلي ونصوم وصلت الفجر في الوقت وفي الجامع ولقيت طوموبيل تكسرت ولقيت مدام طاحت في زيسكالي دوها ليزيرجونس وما كاينش دراهم والمشاكل من بعد فيك العقل تحس بربي يند مرحبا استكشي ربي صافي النادون سعاره اللي فيش دو فو بطاقه الرغبات
القاعدة أغي جرب ربي سويني كفغا ماشي سويني نفغا لو كان ثغال غوري كيني أش أسيني غربي أسيني غربي في كيتا زمرث في غاد عاش غي تيزي وزو 700 سنة والله يا راه كيف غير قيناهم السرة هذا يفغي هذا عاش غي تزمرثي 700 سنة يدوز حوج غير كل واحد آخر تاكل سير شو مين الله لفغي هاد ياسي ولا كيني كيني اربي في كيد الشركه في دريما ولا ما تروح تزمر في معليش ونتدبر راه فلاس ام ضبر لا يون قارس القبايلي هذا رحم ربي قال جا المثول ام ذا نتحبر ربي يتدبر ربي يتدبر صافي شادنيني اما راه حبست ديك الشيء ربي نغدا ولا قايت مثلا خاطر كل قاعد الدنيا تنضعف تنضعف تفضي ونادي سوع المشكله غادي يفغ العقل فالصلاة جات رمضان جات العشر ولت زكية راه ماشي يمكن كاينه قد زدت على الشراء لي بروبليم المده وثي كوري يقدم المقارنه اسي الفلاني وري السينار ربي تازمرت لا صحه كل شيء لا امشي هكا ها ثندقي نشظ باش نشظ راه ادنو غنغلي العقل في المعقول اغي جرب ربي سويني كفغا ماشي سويني نفغا أغي جرف ربي أكني كفغا ماشي أكني نفغا أغي جرف ربي ملمي كفغا ماشي ملمي نفغا هاثا نفهم ثمسالتك الحمد لله لذلك الألم يلا كولي ون ذا شو يقرحا يقرح غاك من ذي الأمور نظن القضايا الأمة وكذا نشو دين ربي في سورة العمران إن يمسسكم قرح قرح دين قريحا قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين سورة إبراهيم الآية 26-27 الألم لا يكفي ثور لحظة المحطة الثانية الأمل الأمل استقبل اسمي سيرم صور مثل اسبوع heureusement الا والسيرم خاصها السيرم ربي نادي لقات سعوم السيرم اكون قرحه مي لقات سعوم السيرم او الا كني يا فلاح يتي زرعني تي كرزن ولاش يا اخي قال شو كاس انت تساوي فلاح وستي كرز وستي زرع ولاش امل غادي يرزق ربي سوا ما سؤال من خص امل مليح يا ربي قادر شفام يونس وقاس العوام كان نقولها ماشي تشرو براجا قلنا الله يبارك من الخير ربح ربي يزم نكوني لاقين ريفيزيون دور في غادي نخدم الدرس تجي تفسير ساكي من اجل هذا او هذا عامل من العوامل باش نسمحتي شويه ما نفرش غنى ربي كلشي يسهل انات انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون اين لان ارسيدي ربي سبحانه كلشي يسهل من كني إلى قال سعو يوسن التوبه يوصل ريفيزيون يوصل مراجعه ما يضر ربي غادي يفك الخير الخير ونتي خير ان شاء الله يلا نناد الامل السيرم معناتها اي فلاح يوسن تي زرعا يوسن تي شرزن ما الا ولاش وتسيسرا وغالقى في الخدم سي بور سا ني فلاحا اي فلاحا تجهد النيه نسن الفلاح ما راه يزرع شحال قيمة ونيك تراجل الدين كيما ونسناك شرناك يقماش نسن اما ذي عقالا اما ذي جليلا اما ذي يكوك تراجل ميم الذيور تراجل الشم اباري مسكين يعتسفوا فلاح ولكن فايدة والو ولكن الطف ذي ربي يسعى السيرم اذي غلقى بلا ذي كرز وذي زرع اذي زرع وذي كرز وهكذا صافي لو كانوا يسعى السيرم وري خدمها راه أموضين شحال موضان تزل روح طريفاكي روح روايض روح روايض ذا السير مني تتساونا ذي حريك لو كان ولاش السير ما كيني نريح ما نخدم ما نردم لا اخدم ذي كل شيء اما ذي القراية اما ذي التجارة اما ذي الزمر ثما إلا قنسوا على السير يرنا ما شاهو تسلموك ثما شاهو سيدنا يوسف صرم سيدنا يوسف يروح ذا قرود يوت واثما ثنيس
بنت زعما باش هذه يلعب وغنثم ديث ترون أسقارن يوسف يتشاث وشم هكذا الآن. يعني إخوة يوسف أعطوا خبر بالنسبة لهم يقين يوسف كلاه ذيب، الدليل ها دم نورمال مذين قرنش قبيثة أسير ثفلتي ول واليأس إحدى الراحتين. سيدنا يعقوب لم ييأس، ماشي سمانة ولا شهر ولا عامين، شحال قعدان فسست جرح في الميس سيدنا يوسف فعاود تجرح أفريد وايض إمي يروح ذا غميس وايض بنيامين روح للسين أسني سيدنا يعقوب يجمع دراويس أكل ملان إنا سي الراوي روح فاتنا ذيما في يوسف أكل ذيماس أتقلب في اللسان سيغا السيرم ذي ربي سبحانه بلا ثنتافهم أتعتفهم أتعوزهم وتعيوم ولكن ضمعاغ ذي ربي أتفهم يوسف أكل ذيماس يون دينا غاسيني شو كيو هناك يا يعقوب شو كيو غان أميك ذاين أي سيث يموت يشث وشان ذا الراويك يكدي يبين البيان يكدي يبين الدليل ودي في غير الخضار بلي ثان يوسف يتعيشي نغزران تكرى الغاشي أكين يوسف نفاثيد والو 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 ولاش أمثلة ذي زمانة قلنا تسند الخضارات أكين الفلان يروح يضع ولكن يبضد الخضار وقيلة وقيلة ثان دي تونس وقيلة ثان دي المروك وثان دي ذهن أن رجوان ساعة السيرم ولاش السيرم أكني يجمع ثنيد يناغد القرآن الكريم يحكاد إن يسن يا بني أي الراوي يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون لا حول ولا قوة إلا بالله. إفك يسن ينبوال يسعى القيمة ثم قرنت نحواجيف أي الراوي سيسترس الرحمة ربي ذا ثورة يمكن أن نحفظ سيت ما شاء وتاقي وإلى قرنيس لا يأس ميم وين يعصانا ربي 70 سنة يخدم ثواغيث مكثوف أفيوغال دوبل في نورمال يقول ورزول والو زيرو ذي الكونت سولد زيرو ركعة زيرو والو 70 سنة يثواغيث يثوف نورمال فغم دليل قرني قبيلي ربي يعفو يغفر يوين يشظن يوخر ربي ناد قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم وقال خدمنا في فركان انت مقران انت مشطح ان ياسن لا تقنطوا يعني لا تيأسوا تيسترى وربي سبحانه يتزو السيرم ذقولاون بقاد يعصان إن كوني يا شغيو نكوني نسلما نكوني لا يسكران ديني الغاش زلكني من ولا يوني الشر كونداني بزاف نو غالك لي جوج بزاف يرنو زرارة بالك وين كاينين كونداني يفاغ 100 مرة سيدي ربي زرارة ما كان خطير فغام دا كنت تفتح الدليل ربي ناد كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم ولا ذنكني لكن لا ربي يصراغ يهدايا نسأل الله ثبت خطر دار ثبت وعار باش يثبت ربي سبحانه الا الغاش وش يثبت راه يطفي الطفل ياسين الله شي يغادي يروح ياكل سي بور سا ربي نادي القران سوره ابراهيم يناد يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء فقيل الآية 26-27 من سورة إبراهيم تقذي بمعنى ذلك ربي يثبت الله الذين يثبت ذاك جماعة الخير الأمل صفي ثورنس على الأمل السيرم والله يرحم اللي قال شاعر إن أعلل النفس بالأمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل أبري ربي سبحانه وتعالى شاو سيدنا يوسف يجمع ربي يرثسد ويثيرو كني قارن قبايلي يجمع ربي يرثسد ويثيرو أخطر سيدنا يعقوب يسعى السيرم
يفتى السيرم يوراويس نوذان وفان ثم شهوت السمس مرة ذا فرام كني أكن فغون الله ذي الحالة ذي الله القرح القرح إلى قنسعو السيرم الأمل. المحطة الثالثة العمل، ماشي إذا غنسعو السيرم ونقيم خاطئ إلى قل الخدمة العمل خدم معناتها أي فلاح إيش يزرع نشرز ولاش وغال غالخلا الزراع يشرز ربي يرزق. تبغي الدليل روح لسورة الذاريات الآية 22 ربي ناد وفي السماء رزقكم وما توعدون مكتيد بلي ربي ترزقا ربي ناد إلا النظام وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم يا ربي ناد إلا النظام وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها خلاص صافي مادام ربي ترزقا وغال كان ربي سبحانه عز وجل يخدم الزرع يخرز أرجو ربي تجارة شحال تجار قلان ذاك جيرانا أتفضل كين السوفريغ يخدم بالك 10 لي بروجي زيرو أبري غال يرفعها ربي الحمد لله كل يوم ديون دي المدرسة الله يبارك أتفضل يوم دي القراية في القراية ولاش ولاش يغرى بعد يعاود الباك يعاود المي يغالي يربح يغالي ذيم كل شيء بلا اما ذي الزمرث اما ذي التجاره اما ذيم كل شيء في غادي غير قنع انخدم وربنا ذي القران وقل اعملوا نسيت قال خدمه تلقيت استاذ سوره التوبه الايه 105 وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قل كان شحال دي عاودي يوث الليا الليا 105 من سورة التوبة العمل 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 ساعة وهذا ست أي غير باش هذه الزوم ربي الخدمة الحمالة من الخدمة تقول لا غنى تقول لا ونا لا يا كان تلها الخدمة تلها شاشكي تلها وقال لك يجر من دي مغارة نطفل 80 سنة ذا خدام اما شي مدي في لا روتريت سورتو ثورا تفون ديال روتريت ديال الصيف سوالي مثل غلا والله راه شحال ديال الزرام ياك اشي نك في لا روتريت الحمد لله حتى في الدور ديال القهوي معليش هذيك شم القهوه نورمال ماشي ديال العيف وتغمير راس كامل ديمين والكارطا ديمين والكارطا ناخذ لي جاردان ديال جاردان بيبليك قيمه كامل اس كامل هذه قيمه ديال السقام هذه قلقات وخام يزدوار الكوزين خير هذه فاس وخام ولا قيمه غير بخام يتسوى دي بروبليم لونغواس داخل البخام يقلق ثمغار في سيخ القرة ويسيق اس كامل يعش ودار دار سمحتي يا وقادي سمحتي حملك كنا وين تحمر معليش هسه كي تجي تفسير باش هذا فغيماني ومليح هكا يا جماعه الخير يا والله لا يشرق يا قرقاز نتسوى دي بروبليم بخام يا فاس كوني هو ربي يهرب الراح في لا وين شي طيقه بزاف بس اس كامل يعوس غادي يعدي هذا ديو فيخ باكي ايه الوسخاكي هكا تخدم لا مكا يخدم هكا يعس الرادار كل حاجه ما في غلي ثقه البوام ذي القاعه كذا الخنبغروم يعس كامل الرادار كامل دارك خاطر الفيديو وعر هذا الفراغ الفراغ يوعر العبد العبد الفراغ كيف ذي الناس لا يوف يوني قيم بلا شغل ابار ذي وزاره يعسكم الدنيا كو الاخوي خدام ولاش لو كان كل يوم الذي خدم ونسافى الوقت وين نظم نخدم اكو سي ماشينين سي وقال لك فانا وقال خارج والله نفوت كان لي جابوني نفوت انا غنكون فانا لي جابوني مع سني عين ربي مي ممكن زمان نخدم خير نص وين البروبليم ساد الصحة تزعت زمرت الله يعينك ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده النفس ان لم تشغلها بالطاعه شغلتك بالمعصيه قرنيش تقبيلي ثقرنيث تسكيث قرنيث ثلمس قند الخالي تقبيلي سعني زوران الشرعي في العجب سلامة سيوا لاقي الاكستريميزم تطرف سقراط من كبار العقول في الدنيا فيلسوف ننسى ما معنى الفضيلة لا ديفينيسيون الفضيلة إن الفضيلة وسط وسط بين رذيلتين إفراط وتفريط هكا استقبيليث ثقرنيث تسكيث قرنيث ثلمس قند الخالي
ذي القرآن ربنا سورة البقرة الآية 143 وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وذي الحكمة خير الأمور أوسطها. حسن لكن تفغض المعنى ذيون الحكمة ذيوث في غادينير الحمل ماشي كامل دي فنيا نقيم أبري نعوس مد نمعساس ما يزول ركعتين في الزول ما كان بعد ولا 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله وقي يوحر في عصا تسلمي راح دور سيون الناس يا رسول الله من نجات امشي في غسل الشرب خير وعلى خير الناس امسك عليك لسانك وقيذن في صلاة رسول حذر يسي شحال تلوفا يتساوين يلساون يلس يلس وذيني مقارنة قبيلي أوال ذوال أوال يفنو يتهدو أوال الزيزي يسلغو أوال يتساود شوال يتساود ثلويث أوال يتسكد السيرم يتسكد لياس أوال 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 السلام استقبالي القرآن أربين سورة إبراهيم الآية 24 وما بعدها ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها وفي قراءة أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس المدينة ذهن في الكلمة النظام ذيريت ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار أم بعد ناد يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إلى آخر الآيات كجمعة الخير معليش أنهضر ذي الغادي المؤمنين أنهضر عادي بفغة ديني حذر من الفراغ تفغم بيل وايض إنه النبي صلى الله عليه وسلم إناد نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس دو بوان نقطتان الصحة والفراغ صافي العمل ربي نادي سورة التوبة الآية 105 خدمت وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون واستقبالي زرما ولدنا كنا شحال برد نعاود باش نسين يعني نحفظ وني فغان سكسو سودي وسين مدنا سيدي الى قاضي شرو سيدي حديث صحيح مسفهم الله يبارك العمل سورة ثانكاروث قال العمل لوزينات الشركات الجوامع الادارات لي زانفيستيسمون ذي عين ربي القرايه اصحاب اللي راهم في الحفظ القران الكريم مشاريع مشروع حفظ القرآن الكريم مشروع محو الأمية مشروع حفظ السنة الدراسات والأبحاث والرسائل خرب أتشبح الدونيث بس الخذمة الخذمة تتاكد للشر من الدونيث هكذا ماشي هيك إمغارن سوتو حمل غير مغارن طاس بكل صراحة خطر إمغارن تفنديث شرعيث تفنديث جديث شرهن تفني إين إمغارن جوي زي كان تقارن لو كان كيديا في طيش القوسو ثروين أي 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 ساكي الثقافة غد فكاني مغارة شي قار ذي العيفة كي ديا في يطج دقوسو وباس يوم بمغار واحد 46 سنة يقل سلي غاس أي هدر النبي صلى الله عليه وسلم أسي قار محمد صلى الله عليه وسلم أسي قار إحفيفني يا محمد قوفلن كي داكس اللوضو يخصمني يا محمد أتنقلا فن دقوسو أي 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 استقبالي فكانا مش كاين يسد ان جون سمحتي لي جون انا كاين كي ذكر في الحداش كي غد عيغ فغي غتصخ 11 ما تشوف 6 يقرب الحداش يذكر حلفا بلي فغي غتصخ خاطر عيغ ني غاسي سامبل باسكو تصوف تصوف المي تعيض سكيضص الا قتصوف خاطر تعيض سكيضص عقوياكي يتسلسل سي العتاب يتسلسل سي كيغص اي غرزي كاش واش عنده سبيسيال ولا شو كل موايا ولا شوالو
شوي في ظرف زوايل يلحون في غيال نورمال نغال ايه نغال يا جماعه الخير فنا الجوامع زوايل وكل غيال يقرف ذني زرع ونسوا الخير الحيوان ثاقي داو القرار راه حاشاكم باقي اونتر بارونتيز ماشي تسوت في السوق قصد الخلق نسيدي ربي نغال يا جماعه الخير سوا شفنا يوجي لم تفنى ما سني خامن تفنى من الجوامع تسعة مثل سمين المحنة تعد سبب تروح من السواق إلى تبوي مثل الشياخ أثن تخلصن باش الصغر القرآن ولاش الوقتين ولاش والو ولاش الله بيلا والو إيه صاف دير لاباس تسعة مثل سمين تسعة الله يبارك يتوارم كل ياسي قلنت لي موايان ولكن ثلاث فنين نحمل كان لي سوليسيون فاسيل اين يا انسان في السوسن كان هكا دي الاداره نغدي نتوالى سمحتي لي وتسمو ولا فيونا تا قد قرار مك وكي منهج نبوي نبي صلى الله عليه وسلم الى ما بال اقوام وريفيزيو لا فيون اتصلحوا طول لي بوبيل شور نتاعك الوسخ في كل مكان اليس كذلك لا ناتور ماشي لا بوبيل ما لا بوبيل اسم عالم ما قرار حاجكم ها هي عالم بوبيل اسم عالم فمسناو نعم إيه لقى أنا نكون يجي كذا تمثال أدي يروح في الحي كين إلى حياة في الدين آه لا حياة في الدين خاطي الحياة من الدين لا حياة في العلم كرديه ماشي لا حياة في الدين ولا بعض صلى الله عليه وسلم الحياة وخير كله مفهوم لماذا شو يخص سنتورا أي غير لا ناتيورنا وتسير زدي ولا نثوذرين لا لكارتي ما شاء الله تزدي 100% بوين لي بري أما لكارتي ما ثوذرين كوش زي كي مغار يفناغ يفناغ وين راه يسلوغ نتاع وين ثالا اتي خلص اكينا ماشي هكا الاشتراكات الكوتيزاسيون التطوع الجنازه قوانين الشيخ مولد قاسم الله يرحمه انك كل جمعه تفرع بوضيو خاطر ما قال البيان بعد الجمعه يقراوا البيان اسين الفلاني وروح حضر الجنازه الفلاني يسلوغ ثالا الشيخ مولد قاسم الله يرحمه ليش تسوق هذا ادي فغي يسمي ذي البيان تفضع بوطيو ثلا لوبينيون بيبليك الا ومقارن هما 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 يقيس وزاليس تلقى كل هما يقيس راه شو المعنى يس كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله استقبلتي بوال جبتي ذاك سي الشرعة سي القرآن وكل السنة هما يساوي لا يقوم السلام هذا ما كان صافي لا نظام الا كذا الى اخره وماشي المعنى الملائكه الا وندا غلط نورمال ولكو اذا كيف كيف ماشي البشر ممكن الملائكه ماشي الملائكه ممكن البشر انا غلط نشط نورمال ولكن فغات كرستو درت النقص واشوس الخدمه الخدمه تتاكد الشفاحه يشو درت النخ الله يبارك سورة اخر محطه الاجل معناتها اين كن خدم مدياسي وسنمث يكفى ربي ناد في سورة الرعد كنت في كاسات لايف سورة الرعد شفوا تس الرعدة إن شاء الله تس الرعدة غادي في كنامة إن شاء الله إن ربي ذي الله يحداش إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم شفوا تسك الآية 11 سورة الرعد نفغان في الدل يسهل ربي هذا غيعاون نخدم كان النية بعد ربي غيطفى فوس ونقرا دي سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم لايا 38 من سورة الرعد سورة دائما سورة الرعد ربي لكل أجل كتاب معناتها خدمة فلاح التجارة أين تفغان أدياسي والواس أتم ثم نمث يرنا للأسف نسعى يوثن تذرث مي ثروح تذرث يبقى على خير وكذاك يموثن جمد غالب لا أحد يملك حياة أخرى في دار الدنيا والدار الدنيا هي دار ممر والآخرة دار مقر أخم القرار ذيهن ماشي دوا وقيس دي باساجي أنا عدي ذا عدي مادام أنا عدي يرون زرا من باندا من مي لا نعرف لو كان زرا لو كاي ديني ما تسمى صوت دمي زرغا مشا كاي سين كوت نغاش كارون تو زري غارا بالك الفرطة دي كل شيء من بعد القيم غالي مازال عامين سوالي راترابا جوري نويضا زالي في القران
والله منظر ربي ند لكل أجل كتاب. ولدي الآية نظن أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ولدي الآية نظن إند وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إند الإمام الشافعي دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والسخاء يغطى بالسماحة كل عيب وكم عيب يغطيه السخاء فلا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا شقاء المسينة إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. كيف أوال تيام ميديو سلاجل مرحبا استكشار ربي عقد يفن وجذ خطر الأجل أواها ربي نتمنى ونهار اللي يجي يلقانا جاهزين بيان سي با فاسيل جاهزين كل شيء فرنا كاع لي دوسي قال مع ربي سبحانه الصلاة الزكاة وكذا رمضان يفرع أو كذي مولان يفرع أو كذي مدوكال أو كذي الشريكين أو كذي خدامان أهات متشاثي ذي خدام أهات بالك نستخدمها خدام من 1970 نخلصها راه نروح غرس عادي نفريو لي دوسي وكي نفريوها من بعد واش يصرى نكونوا مرتاحين مهيئين لاستقبال ملك الموت. ميغدينا ربي مرحبا يسون سيني مرحبا نروح ان شاء الله نروح سالمين غانمين. الاجل ذي الموت باش ودي قال الامام علي يا من بدنياه اشتغل وغره طول الامل الموت ياتي بغته بغته مع فجاه والقبر صندوق العمل ازكى ذا صندوق للخدمه. ام بعد حاجه النظام ان يسوم ذياز اسفريق السلام اس على كل حال ولكن وين سي السلام ذي المراجعة ونس نسلال سي السل إن في دوم ذياز ذا فلاح مازال تعيشي ذا مغار وري السينار هذا يكتب اسمي الصارف ولا صرومي والو ولكن إغراضي الدونيث المدرسة الدونيث السروغ الزيف أدغرا كان شوط ذيكس إن يسال المؤمنين يا ونرو في الوقت ذي ذين الله ما تشكين عودة تظهروا إن سلم ورن تظلى السوق ما يعمر ذي يفرو غس ما يزنس الغلا ولا السوق الدنيا تذيفرو وقاس فرينس أسفرو ويض أشو سينا إن يصلت في النبي الطهر نتساند فيفن شفاعة فقصتن المثزر ثوعار أشحالي فردن تسعة يقفغو يغزف لعمر لابد الدو الساعة فسد المس الحرف الليف شهلوري ثليف تكفى الهضرة تسكليف الشهد غير العالي فسد المس الحرف الباء تفد الهلاك السبا ورس زميرنا الطبا رسول فافن القبا غام شافع الشيني فسد المس الحرف الثاء الصورة يوثه ثوثا الروح يساعد المرثا لا تستسن الورثة كل يوم لكن يتمني فسد المس الحرف الجيم المؤمنين يتحوي جيم غرث القرآن فهجيم سيتمس إن شاء الله تنجيم أتمنى عمسي الحزاني فسد المس الحرف الحا ننس زيك اسمك صحا ذي بيت الله هيك الحا ان شاء الله دنوفه كي يمحى الصلاه على العدناني فسد المس الحرف السين اضروح سخا من الحصين نك يكذ الفعلي وذي سين يموت حسن ذي الحسين امشي راني ذير نكني فسد المس الحرف الذال سيس موري اللي الفذال في الهازغ لا تستعذال الفقير كذ الغني فسد المس الحرف الضاء الحبيب خذ من الفريضه ننس ليس يفضى الى قصفر القضاء وما الدنيا الفاني ثورة أولا نقيرو أقلق نبض إيماجين ثقا نبض الآخر نموت نبض الآخر الآية 281 من سورة البقرة أسن سيول أسن سورة البقرة لا باجا دروات ثان قيروث فيرسي 281 وتسقيت ثان قيروث يدين زنا في محمد صلى الله عليه وسلم شفو ثاس واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أقوذ ثسنجر وذي ثغلم رب سبحانه أم كلي ون أين زرع ذي الدنيث أثي غلث ذي لا خرف مرنا وضع الله خرف إن شاء الله نعديك بخير وعلى خير ذينا أكوين سمحتيغ سلايا سلايا تين قرد يسان دي صورة الزمر وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء ان شاء الله نكشم الجنثون قرو خاطر كي كشبح
ما يودي وليكش من الجنة واحد استقلقوا إما كش من ذي مولاني كراويك لحبابيك يا وقذي الظاني ذيك وقذي عبد وقذي كيعاون في الدونيس خاطر نسمع وان نسمع وانا كثلم الشبح ما كل جامعة كل شبح ربي الخير اربح اما ذلك زنا ما سلاوين الخير اربح سي تادير كيك الشبح لذلك ربي سبحانه يفكايا الخير كي ذي الاخر ان شاء الله الجنة ان وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمراء حتى اذا جاءوها في ورش وفتحت ابوابها في حبس وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين سلام ربي فلاون لا سلام أنا ومرحبا يسون كيش مثل الجنة اترنالما خالدين ماشي بورين بيريود ماشي لمدة معينة ثم نعود إلى دار الدنيا قال فادخلوها خالدين واش يقولوا كاع أهل الجنة وإن شاء الله للسيسم وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده قال ميذن كفى العثاب على بالك ثورا العثاب العثاب ثورا ولا شراحة الإمام أحمد بن حنبل ننس يا إمام متى الراحة من المنار تاعنا عيان استقبال تاعنا ديكوتي بزاف في لوفالة مو من المشاكل يعني غنمشي لسعد سعد داناك اش وسين الإمام أحمد خاطر يغرى يرني يفهم يرني يسن إني صراحة عند أول قدم نضعها في الجنة والطمع على الراحة للدونيس نظم معاك الراحة للدونيس خاطي ذاك نقيم العمل كان كاضي في كربير فلا قاضي راسه قاضي نعمة ربنا قاضي الجامعة الحمد لله لذلك الناس عند أول قدم نضعها في الجنة ربك يرضينا إنات وسيق الذين اتقوا ربهم للجنة زمرة حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها قال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض سون فرونتير الأرض بدون ثلسة وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء أندت بغيض أبرينا يا ربي فنعم أجر العاملين وترى الملائكة ترى وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين ذينا أدنيني يكل الحمد لله رب العالمين ثرى أدنيني الحمد لله رب العالمين السلام عليكم.